كان خمي مي توحش ما إذا أنت إذا أنت زلقي بقى عاك الباب إجا غير إنت تغرس قرباب نس سوخذ مي أوين في فلاخر تين سوخذن ذوك سال عايت جازا ديالي مي غرسة جار الناس تسأب لا أجاي سرح يابسي جوك سال سوخذ مي إينا سكرا قرق ماش إيو مثلا يقيس تمي سجل يموس جواز جواني يموتوا البين إينا سيمي 25 عام جا عفو جوازو كورتي عفاقي بسن سيدنا غاس مي ولافي مش حالك الزريوه الزريوه 13 عام 13 عام 25 عام اسيان اسيان مش حالي غير سوسوس كاس غير يجور كل مسيله كذا شي نخ شحال مش حالي غير سوسوس كاس لا تقرب ناخذ شي شي يجور كل مسيله سوق الرونس وسا مش حالي غير سوسوس كاس نكين غالي 86 اللي خذ عجوخ من مي ما حد الحياه خذ أشوف مي والغي خذ جوخ والغي خذ أسيخوان والغي خذ الشوخ نقيم قاس الكين كذا جرد أزول أغي في ذا جرد خذ أشوخ من مي لحد الحياة لي لحد الكين جلغ والغي خذ جوخ السلا قيمس والغي خذ غرس جوخ والغي تتلغ البيض الملك هذا أحبوخ مي شكوا من تامي جن أو نلغى نروح نلغى ثايدين تلي خذ غيب سافو ورسين خياد ولكي خياد ورسين خمايتين أخو ورسين خمايتين أخو ورسين خمايتين أخو ورسين خمايتين أخو من قولخ والقداخ لا ترزي قونتي دي يا ربي عز وجل أثي أستن شمش العفو إمي هذي تعرفو اسمحوا لي يا الأخ الخوت الله يرحم لكم الوالدين بغيت نهضر أنا على ولد خالتي هاد السيدة اللي هضرات عليه دابا راه ولد خالتي الاسم ديالو رشيد كوبا رشيد انا من سنهضر دابا هاد الولده هاد السيده دابا راه في عمرها 50 سنه وجا لهنايا قن هنايا في دارهم بحال مو دابا راه هي اللي هضرت غادي تشوفوا عليكم شفتوها المشاهدين الله يرحم لكم الوالدين وتنطلب من كل شيء انايا من المشاهدين تنطلب من المسؤولين تنطلب من كل شيء تنطلب من الله سبحانه وتعالى وتنطلب من سيدنا الله ينصرو راه حنا تحت القانون ماشي تنخالفوا القانون ولا تنديروا شي حاجه اللي هي خايبه حنا تحت القانون وتنهضروا غير السيده دا راه كاينين الناس هنايا تنعرفوهم في الحومه دراري ولا الدرب كاين اللي وقع لك راه تتوقع ماشي ما تيوقعش هذا الشيء هذا راه تيوقع قدر الله جا السيد دا بزواه والولد في 2009 ضربت خطا ولا المهم دابزو بيناتهم قاسو مات دا 25 عام بحالو بحال عباد الله كاينين الدراري ولاد الدرب اللي داو تا هما 25 عام كاين اللي دا 15 عام كاين خرجوا بعفو ملكي والولد دابا هو تيطلب منه ماشي هو تيطلب هو تيقول يا ربي بغيت انا نشوف غير ميمتي انا دوزت العقوبه واش دابا زعما هذاك السيد الا خرج واش الا خرجت السيده دابا زعما مازال غيدير جريمه ولا مازال هو تيقول لك انا هو دابا شحال من خطره تنهضر انا وياه في التليفون تيقول لي كون غير انا اللي مت كون غير انا اللي مت هو مات راه 50 سنه دابا عنده تبارك الله في عمره راجل كبير دوز 13 عام اخويا من 2009 13 عام اللي دوز دابا هو نتوما كطالبوا بانه تنطالبوا كتبات الوالده مشات للرباط دفعات شي وراق في هذوك بحال البوسطات وكذا وهذه ما جاوبوناش ما جاوبوهوش ما تيجاوبوهش وكيدير السلوك ديالو في السجن السلوك ديالو غيسولوا عليه كاع الاداره السجون وغادي يعرفوا هذاك السيد راه 13 عام هو معاهم وخدام معاهم كاع تيسيق تيتمشغل معاهم يسولوا عليه راه هما عارفين كلشي تيوصل للرباط كلشي تيكتبوا علاش سيجين الا كان مجرم ولا بازل راه تيكتبوا عليه وتيوصلوا كلشي لتما لعندهم هو يسولوا عليه دابا انت الخاله ديالك وصلت لواحد السن بس ها انت كتشوف اخويا انا الخاله ديالي قدامك عندها 70 90 عام ودايره ثلاثه العمليات نسيتهم ما نقول ما قلتهم لكم شراهم قدام توريك كرشها فاتحه كامله وانا تنطلب من المسؤولين تنطلب منكم اخوتي يبارطاج اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه الله يرحم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين هذا الشيء اللي تنطلب انايا وتنطلب من سيدنا الله ينصرو الله ينصرو علينا الله ينصرو الله يرحم لكم الوالدين اخوتي حتى حنا بغينا غير يفتحوا معاه غير يفتحوا معاه بحالو بحال عباد الله ما يديروا معاه حتى شي حاجه راه يقسم الله راه قسمو اللي عطى الله عطاه وزعما الا خرجت السيد مازال غيكتب جريمه ولا يدير شي جريمه ولا يدير شي حاجه راه ما عمرو يدير شي حاجه داك السيد ماشي غير هو عادات كاع راه بنادم اللي دوز 13 عام ولا دوز 14 عام خط واحد في وسط السجن محروم من كل شيء محروم من كل من الحريه ديالك واش مازال غتخرج غدير جريمه راه واخا يجي بنادم يدفل عليك حاشاك وما غاديش تقدر ترد عليه حلاقاش كتشوف اشنو العذاب اللي دوزتي اليوم الخاله كتستنج الخاله ديالي دابا كتطلب بغات غير تشوف ولدها ما حد هي باقا في الحياه هادشي اللي تطلب مسكينه